معنا من تنورين شمال لبنان الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. مساء الخير سيد مجد، معنا في 19. العديد من المواقف أمريكية أوروبية وحتى من حزب الله صدرت اليوم في لبنان. دعنا نبدأ من موقف حزب الله أو تصريحات نعيم قاسم بعد مرور سنة عن فتح ما يسمى بجبهة الإسناد. برأيك هل فعليا ما قيل بأن الحزب لازال يتمتع بوضع قوي على الصعيدين السياسي والعسكري، هذا ما ولد فعليا، هذا هو الانطباع المولد لدى الحاضنة اللبنانية في لحزب الله؟ ستنا شكرا على الاستضافة، بس لازم نكون واضحين انه ما بهم اي فريق من اللبنانيين المعارض لحزب الله بهذا التاريخ قوة حزب الله العسكرية او قدرته على صد الهجومات او الخطابات الفارغة والمهمية اللي عم يليها على الشعب اللبناني. اللي بهمنا اليوم انه الشعب اللبناني منهك، الاطفال عم بيستشهدوا وعم بيموتوا بالمعارك وهن ضحايا، الناس مهجرين بالمئات الالاف، وبالنتيجة خطاب بيصدر عن كاميرا مصورة من وراء الكواليس بمخبى معين ما بهم الشعب اللبناني. بالنسبة لهذا الخطاب خليني أكون واضح، لأنه أول مرة بحياتي بسمع منتصر مثل ما قال نعيم قاسم هو عم بيطالب بوقف النار فورا بدون ما يحقق أي مكسب سياسي بأي شكل من الأشكال، لأنه مش معقول تكون أنت اليوم منتصر ولكن طلبك الأساسي هو وقف العدوان عليك بدون ما أنت لا تكون حررت الأراضي اللبنانية، لا تكون حميت الشعب اللبناني، لا تكون حميت غزة، ولا تكون حميت حدا. أنا برأيي هيدا جزء من البروباغندا أصبحت ضعيفة للغاية، هيدا جزء من البروباغندا الشعب اللبناني اللي عم يتعرض للقصف اليومي، اللي عم يتعرض للقتل اليومي، اللي عم يتعرض للجوع، للبرد، للزل، ولا يمكن يقبل بهذا النوع من الخطابات ولا يمكن يقتنع فيه حتى. طيب سيد مجد، برأيك هل فعلا اليوم حزب الله هو يريد وقف لإطلاق النار وبأن موقفه تغير فجأة مثلما جاء على لسان الخارجية الأمريكية تقول بأن حزب الله في موقف دفاعي وغير موقفه فجأة بطلب وقف إطلاق النار وهذا دليل على تعرضه لضربات قاسية، هذا الموقف الأمريكي، ولكن سيد مجد هل فعليا هو الموقف كذلك؟ أنا بهمني هو الموقف اللبناني بالنتيجة، الموقف اللبناني اللي يصدر عن الشعب اللبناني نظراً أنه عندنا حكومة غائبة نايمة لازم حدا يفوت يوعيها. الموقف اللبناني أنه الشعب اللبناني من 8 أشهر لليوم عم بيقول، من سنة تحديداً لليوم عم بيقول نحن لا نريد الحرب، نحن لا نريد أن نكون ساحة معركة بين الإسرائيلية والإيرانية، لا نريد أن نكون أداة بأيادي غيرنا. بعتقد هيدا الموقف اللي بهمني. بالنتيجة حزب الله ضعيف طبيعي، ما في حدا عم يتخيل، مش منك بحاجة تكوني خبيرة عسكرية تتعرفي انه ما في توازن للقوى بهيدا المعركة، واللي بيعتبر انه في توازن للقوى ما عم بيطلع بالضحايا اللي عم بيموتوا باشلائهم اللي موجودة على الطرقات، بالابنية المدمرة، بالدمار الاقتصادي اللي عم بيصيب اللبنانيين، وعقل له منه عم بيقدر يقارنا بالدمار او الضرر اللي عم يلحق بالطرف المقابل. اليوم نفتخر بصاروخ بينزل بيوقع شوية بوية عن الحيطان أو شوية بطون بالميلة الإسرائيلية، بس ما عم نشوف أنه في عنا مدن كاملة عم تتدمر. سيد مجد، لكن البعض يقول بأنه بالرغم من إضعاف لحزب الله أو الحديث عن إضعافه عسكريا إلا أن هذه الصواريخ لا تزال مستمرة، وبالعكس يعني بالتزامن مع كلمة نعيم قاسم منذ قليل أو اليوم صباح اليوم كان هناك وتيرة أعلى وصفت بالأعنف والأقوى على إسرائيل من قبل حزب الله، وبالتالي أين الضعف؟ أين يكمن الضعف الذي يتم الحديث عنه؟ لا يكون الضعف أنه سؤال البسيط، هل هذه الصواريخ متروكة للباربيكيو مثلا؟ ما عم بفهم. قتل أمين عام حزب الله، لم تتحرك هذه الصواريخ، دمرت بيروت، لم تتحرك هذه الصواريخ، ولا ناطرين أنه ينقصفوا الإيرانيين لا تتحرك هذه الصواريخ؟ هل نحن بحاجة فعلا إلى مفرقعات ولا إلى إعلان عن وجود صواريخ، أو نحن بحاجة إلى قوة رادع اللي أثبت الواقع العسكري الحالي أنه منا موجودة بين أيدي حزب الله؟ وهيدا اللي كنا كمعارضة لبنانية عم ننبه منه من أول لحظة، ونقول أنه توازن الرعب غير موجود، لا تدخلوا اللبنانيين بمغامرات نحن بغنى عنها. واليوم في أرواح أبرياء عم تدفع ثمن هيدي المغامرات الفارغة، وما بقى حدا يطلع يقلي من تحت سابع أرض أنه نحن عنا صواريخ تصد الإسرائيل. طيب سيد